يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من سؤال أبي هريرة رضي الله عنه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين، هل يستفاد أن الذين يطعنون في أبي هريرة ويكفرونه أنهم ليسوا بمؤمنين وأنهم كفار فيكفرون بذلك؟ كل الصحابة يجب محبتهم، كل الصحابة تجب محبتهم، أبو هريرة وغير أبي هريرة، فلا يعادي الصحابة إلا منافق الذي في قلبه إيمان، لا يعادي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا قال ليغيظ بهم الكفار، الذي يغتاظ من الصحابة يكون من الكفار والعياذ بالله. نعم.